طلع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية على آخر التحضيرات لانطلاق بطولة تكساس للرجل الحديدي. بهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة استعداده التام مع الفريق لخوض منافسات الرجل الحديدي في تكساس، والتي ستشهد مشاركة كبيرة وواسعة من قبل مختلف لاعبين العالم من المحترفين والهواة ومحبي هذه الرياضة، مشيرا إلى أنه بدأت الاستعدادات مبكرا للمشاركة في سباق الرجل الحديدي عبر خوض العديد من التدريبات اليومية في البحرين للوصول إلى الجاهزية البدنية والفنية للمشاركة في السباق، آملا في تحقيق نتائج متميزة في السباق الكبير والتطلع إلى تحقيق إنجاز أفضل من الذي تحقق في مسابقة الرجل الحديدي السابقة وتحقيق أرقام جديدة. بيّن سموه إلى أن البرنامج التدريبي الذي خاضه في البحرين كان مغايرا بعض الشيء، وذلك نظرا لأهمية السباق وموقعه ومساره، حيث اعتمدت التدريبات على قوة التحمل والإصرار باعتبار السباق يتطلب استعدادا بدنيا وذهنيا مختلفا عن السباقات الأخرى، ويتضمن الاستعداد البدني أساسا لتدريب الجسم على تحمل ساعات طويلة من التدريب والتي تتناسب مع السباق، والذي يتطلب مجهودا إضافيا وقوة بدنية عالية، والتي يجب أن تكون حاضرة لخوض السباق والمنافسة وإنهائه في الوقت المحدد. أضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بأنه سيخوض السباق بهمة عالية نظرا لوجود طابع التحدي والمنافسة في هذا السباق، وآملا في تسجيل نتيجة متميزة في سباق الرجل الحديدي رغم الإدراك بقوة المنافسة في السباق. تابع سموه أن المشاركة في بطولة الرجل الحديدي بتكساس جاءت للتأكيد على مشاركة الفريق والتواجد في مختلف البطولات الرياضية، إضافة إلى الحرص على تحقيق الإنجازات الكبيرة للفريق في مثل هذه البطولات الهامة، مشيرا إلى أن المتتبع لسباق الرجل الحديدي يدرك قوة السباق والتنافس الكبير على المراكز الأولى في ظل المشاركة الواسعة من قبل نخبة من المشاركين، وبالتالي فإن التحضيرات والتدريبات كانت في مستوى هذا السباق في كافة النواحي، والتي ستمهد الطريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية فيه. أضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن المشاركة في سباق الرجل الحديدي ستكون مثيرة للغاية في كافة جوانبها باعتبارها تجربة أخرى ومكانا للتنافس والتحدي لتحقيق النتائج المتميزة، مشيرا سموه إلى الاستعداد التام للمشاركة في السباق وتحقيق النتائج الطيبة التي تتوج المجهود الكبير في التدريبات اليومية للوصول إلى هذه النتائج. بيّن سموه إلى أن بطولة الرجل الحديدي في تكساس تعتبر بمثابة التجربة القوية والمثالية قبل المشاركة في بطولة العالم للرجل الحديدي، والتي ستقام في كونا هاواي في شهر أكتوبر المقبل، باعتبارها تمثل محاكاة واقعية للبطولة العالمية في ظروفها ومسارها، مشيرا سموه إلى أن السباق اختبارا حقيقيا لمدى الجاهزية للمشاركة في البطولة العالمية، وسيبذل قصارى جهده من أجل تحقيق رقم جديد وإنجاز فريد. أبدى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ثقته الكاملة في أعضاء الفريق الذين يمتلكون العزيمة والإصرار لإنهاء السباق لتأكيد مكانة فريق البحرين لترايثلون، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه الفريق في مشاركاته السابقة، مشيرا سموه إلى إصرار الفريق على إجراء الحصص التدريبية والفنية في البحرين بشكل متميز يبشر بتحقيق إنجاز جديد للرياضة البحرينية. هذا وقد أجرى سموه اليوم تدريبه الأول في السباحة. طول العمر ليش الحرص على حمام السباحة مو هو بموقع السباق؟ أحسن للتمرين، أفضل للتكنيك، نحصل السرعات اللي نحن نبغيها، نسوي السبرنتات المطلوبة، وبعدين السباحة في النهر أو في البحيرة قد تعرضنا إلى بعض البكتيريا وبعض الأمراض اللي كانوا يحذرونها منها أساساً، فنخلي السبحة يا يوم السباق أو يوم قبل عشان بعد نقلص الأعراض هذه اللي تصير.